طبعاً النمشة هيخرج على الواقع الطبيعي بتاعه من الأسفلت إلى المية. هذا المشروع لو على كله هو اكتفاء ذاتي بالمنطقة بما فيها الخدمات. احنا عايزين نطور الكورنيش القديم في منطقه الخور. بدا الردم يخش جوه البحر، بداوا يردموا البحر من اول وجديد. فجاء في دماغنا ان احنا عايزين نطور الكورنيش القديم، ان احنا نفتح البحر دوت من تاني. المنطقه ديت لو استغلت صح، المنطقه دي ممكن تبقى من اكبر المناطق السياحيه في السويس. احنا عايزين المكان دوت، لو المسؤولين اخدوا المكان دوت واستغلوه صح، ان احنا يتعمل كورنيش مفتوح، يتعمل منتجع هيفتح ابواب رزق لجميع السويسة. احنا هنفتح مكان، هننور مكان مظلم، مكان اصلا جاهز. احنا مظلومين. هيئة قناة السويس بتعمل مشروعات كبيرة جدا في الاسماعيلية، بتعمل مشروعات كبيرة جدا في بورسعيد لخدمة المواطنين. احنا السويس مظلومة جدا. لو هيئة قناة السويس بمعداتها دخلت وعملت تكريك لمنطقة شط الخور القديم، وبدأت تعمل تكسية جديدة برمال جديدة للمنطقة ديت، بدأنا نخلق كورنيش جديد فعلا صح. بس لو الموضوع اتعمل صح،